يلا بابا اشي عمو. نعم. هو ده الدرع بتاع برنس مصر؟ اه ده الدرع بتاع برنس مصر. طب بص يا عم انا لابسه الفستان. بص يا عمو عامله شعري ازاي؟ عشان ده بابايا برنس مصر ده يبقى بابايا. ماشي طب تعالي تعالي وريهولي فين عشان الدرع بدور لا عليه اصلا. انا هاخده انا هاخده دلوقتي. لا مش هينفع. معانا بنته. بص انا لابسه ازاي؟ كلنا لابسين كده. انا لابسه فستان. انا لازم اديله هو. معلش ده بابا. مش بضحك عليك انا. ما بصدقك وانا بضحك عليا يا مالي اصلا شويه عمال ادور عليه مش جاي. اتفضلي الف مبروك قولي بابا مبروك. شكرا. مش عاوزه حاجه؟ مع السلامه. مبروك يا حبيبتي. اوصلك بيه طب؟ لا لا لا. انت عاوزه تعملي فرقه لبابا انت؟ اه. ماشي يا حبيبتي مبروك. الله يبارك. كل سنه طيبين. اوصلك طب؟ لا لا لا. ما فيش اي حاجه؟ انا خلي بابا يحصل. انت باجي معاكي؟ لا لا لا. انا خلي بابا يجي لك يحصل. ماشي. خليك هنا. باي باي. الراجل قال لي 5 دقايق وجاي ما اتصلتش بيا. زمانه جاي. ينفع كده يا غزل؟ لا يا بابا. لا يا بابا. اهو ده جاي محمد. الراجل فين؟ يا بابا انا خدته منه وهو مشى. ليه يا امنيه مشيتيه ليه يا امنيه؟ في ايه يا بابا؟ انا كنت عايز اقابله. ليه يا بابا؟ ينفع اللي انت عملتيه ده؟ في ايه يا بابا؟ انت استأذنتي مني؟ لا بس عملتي ليه كده طيب؟ انا قلت افاجئك يا بابا. يا محمد هي ممكن كانت عايزه تفرحك بس. مش فرحان يا بابا؟ انا قلت عايزه افاجئك يا بابا. عايزه تفاجئني؟ قولي لي الاول. ينفع يعني انت عملتيه ده يا امنيه؟ ماشي يا بابا. بالراحه يا محمد. انت عايزه تخليك فرحان يا بابا. زعلت مني معرفش ليه؟ انا كنت عايزه اقابل الراجل واتكلم معاه. بقولك بالراحة يا محمد. ينفع كده اللي اختك عملته يا مكة؟ قولي له بالراحة يا بابا، هي كانت عايزة تفرحك مش أكتر. خلي بالك أنت ضايقتيني دلوقتي يا أمنية. يا أستاذ بالراحة عليا يا أستاذ صوتك عالي قوي. وبعدين يعني أنا شايفاها جاية تفرحك بتزعق لها ليه؟ أخدت الدرع من الراجل والراجل مشى، وأنا كنت عايزة أتكلم معاه. يا أستاذ. من غير ما تقول لي أو تستأذني. يا أستاذ حضرتك شايف إن هي عملت حاجة غلط قوي إنها تستاهل الزعيق ده كله؟ ايوه طبعا. اولا عايز تهزق بنتك او تكلمها تكلمها مش قدام الناس. تكلمها يا عم. بتزعلها كده ليه؟ صوتك عالي قوي يا عم. هو ايه ده اصلا يا استاذ؟ ده درع اليوتيوب بتاعي المليون. يعني ده درع المليون؟ اه. طب افتحه لنا كده وتورهولنا. السلام عليكم. السلام. انا اللي جايب الدرع حضرتك. هي قالت لي استناك عشان تديني حاجه. انت جايب الدرع؟ ايوه. الحمد لله جه. ماشي. انا كنت لسه بتكلم معاه والله. الله يخليك يا باشا. والنبي بس افتحوا لنا الدرع الاول. خد يا حبيبي. طب افتحوا لنا. طيب افتحوا لنا. وهل بقى هو دهب بجد ولا صيني؟ لا دهب بجد. بجد دهب بقى. باشا انا جايب لك حاجه دهب تديني 5 جنيه. انا عارفه ده اصول يا ابو. اسف انا اسف. الفرحه نسيتني. ما اعرفش بقى عيار كام بقى. عيار كام؟ ما اعرفش بس اسال. معلش الفرحه نسيتني بس خد. انا طول السكه عاوز افتحها كنت هتجنن اعرف ايه جوه. طب ماشي. السلام عليكم. باشا بالله انت احضرنا. نعم. جيب لي درع ذهب وبيديني 10 جنيه. ذهب 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 ذهب. معلش يعني ده ينفع باشا؟ ذهب ذهب. خد نسيت. ايه ده باشا؟ انا باشا فرح. اه شوف الفرح عمال اطلع فلوس. تحمد ربنا ان هو اداك 10 جنيه. عمال اوزع 15 يا باشا. يا باشا ايه اللي انت بتعمله ده يا باشا؟ اديله كمان 5. طيب ايه يا حاجه؟ انا مش حاجه. حلوين يا عم. والنبي حاجه والله يا حلوين. انت حلال فيه تاخد الدرع وتمشي. طب انا غلطان يا جدعان. انا اقول لك حاجه يا استاذ. عايزين نفتحوه ونشوفوه ذهب ازاي بس. ذهب عيال. طب ايه ده؟ ايه ده اللي هناك ده؟ فين؟ يلا بقى باشا. سيب الدرع يا باشا. بيديني 20 جنيه يا جدعان. 15 يا ابني. خلاص بيديني 20 جنيه. 15. اديله كمان 5 يا ابني. هات يا ابني. هات. اديله كمان 5 يا ابني. خد. يعني ده يرزقك. خلي بالك انا عمال اوزع. حضرتك مراته. يعني بالله عليك ده ينفع. برنس مصر ضد كاس. لكاس لكاس. برنس مصر على طول موجود. برنس مصر ملوش حدود. برنس مصر مكمل عشانكم. برنس مصر الناس عايزاه. برنس مصر بيطير في الجو. جو. برنس مصر هو العاون. عاون. برنس مصر ضحكته جنان. جنان. برنس مصر عامل قلبان. قلبان. هيا برنس مصر مش شايفكم. برنس مصر مش عارفكم. يلا نفتحوا الدرع. يلا اتفضل.
جاهزين 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 ولا في التحدي ما حدش قدي ولا في التحدي ما حدش قدي ام الغلط على الضحك ولا حدي ما حدش استنى لا انا فتحت عايز اقعد على الجست والنبي اسمع عجزت ياما وشاخ جريدك دي انت لسه مسحه الشقه بيدك ومالك ابيضيتي ليه حتى بودره مش كنت زي ياما سمرة او احنا كل جمعه ياما نبوس ايديكي عشان نوضب شقتك وتقولي لا 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 جاهزين طبعا يا جماعه توقع مكتوب عليه اكيد ندى اكيد اكيد انا اللي طالب اكيد عجزت يا عم ثواني 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 ثانيه ثانيه محمد صالح محمد برنس مصر ملوش حدود 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 برنس مصر مش شايفكم برنس مصر مش عارفكم برنس مصر ضحكته جنان برنس مصر عامل قلبان مبروك يا محمد بقى 10 مليون ان شاء الله ان شاء الله مبروك يا حمو ربنا يخليك يا حاج مبروك مبروك يا برنس مبروك لا حمو الله له مبروك يا بنا مبروك كلمة حمو قول مبروك ايه الله قول مبروك بص كمان الله اسمي ايه برنس مصر برنس مصر ضد الكاس يلا كاس 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 مبروك يا برنس مبروك يا حبيبي وعقبال ال 10 مليون باذن الله عقبال بتاع الماس ان شاء الله بصوا يا جماعه انا عايز اقول لكم حاجه اولا انا قلت لمحمد يعزمني على ديك روم عشان اطلب له الدرع وبرده ما عزمنيش لا في الماس بقى المفروض يا جماعه الدرع دوت كان يجي من يعني من 8 شهور من مليون فات من مليون فات هو حاليا الحمد لله 2 مليون وباذن الله هيكمل 10 مليون قريب باذن الله قريب جدا ان شاء الله احنا بنشكر المليون ده وال2 مليون وال3 مليون وال4 مليون بنشكرهم جدا جدا على المجهود العظيم اللي انتوا عاملينه معانا وندى مرتاحه ما تبص لي طبعا مستغربه بص اتفضلي ندى قولي كلمه لمحمد حلوه 1000 مليون مبروك وما رضيتش اكتبه باسمي ليه؟ ندى جولجول جولجول مكلكل في الالعاب جولجول ذكي من الاذكياء مبروك يا برنس مصر برنس مصر ملوش حدود حدود مش
عيبكم خلاص يا جدعان. باي باي.